روحي جهزي روحك انتي عشان تروحي مع ليه. عايزه يا ست تروح نقابه الاطباء تجيب عنوان دكتور صاحب جوزها، اما نشوف هنعمل معاه ايه. وانا هقعد مع امان واستنى المخفي لحد اما يجي قال ايه يراجع الدفاتر. لازم انزل اصرف حواله بعتها لاحمد، معلش. المهم خدي بالك من روحك ومن اللي ببطنك. ده هي عكن مزاجك زي ما عكن انت مزاجي. هي البت اللي جوه دي اتأخرت كده ليه؟ جايز عنده كشف. الحمد لله اني افتكرته. هو اقرب واحد لخالد، اكيد يعرف كل حاجة عنه. موجود. كان مضطر ينزل وقال لي اقول لحضرتك ما تجيش هنا تاني. طبعا لو قلت لك اديني نمرته مش هترضي. اسفه ما عنديش تعليمات ادي رقم الدكتور لحد. انا مش عايزه منه حاجه، انا عايزه اعرف طريق بنتي مريم. دي نمرتي، خليه يكلمني من فضلك. وقولي له كمان يتعدل كده وبلاش شغل الخيالات ده. كنت بتبرع من المستشفى عندي بأدوية لدار مسنين جنبية اللي عندهم شيخوخة. يوميها كنت رايحة للأغذاخانة اللي جوه المستشفى عشان أخد الحاجة وأروح بيها. لقيت الدكتورة فاطمة خارجة بتجري متاخدة. ساعتها معرفتش ليه. معلش انا اسفه بابا تعبان. الصندوق ده جوه عندك على المكتب، انا لازم امشي حالا. ابني طمنيني عليه. الشنطة بعدين. مين سيادتك؟ مصطفى درويش معاه مبحث الاس. هو في حاجة؟ افتح الشنطة بعد اذنك. ايوه في حاجة يعني؟ الشنطة يا مدام. اتفضل. ايه الكارتونة دي؟ أدوية. يعني بتاعتك. ايوه بتاعتي. جدول قال مش دي اللي بتروح للمستشفى ب2 جنيه وبعد كده لصاحب المزاج ب200 جنيه تجاره ولا تجاره البودره؟ بودره ايه؟ الكرتونه دي المفروض يبقى فيها ادويه ضغط وسكر بوديهم لدار مسنين جنبينا هنا. لو مش مصدقني اسال الدكتوره فاطمه. فاطمه والمفروض في الاسم بقى الكلام ده. هات يا ابني والحرز على الاسم. يلا اتجار في مواد مخدره وادويه مدعومه. خالد جاب لي محاميين كبار بس كنت خلاص لبست التهمه. انا كنت مديره المستشفى. ادويه الجدول دي كانت في عقدتي. لبست 10 سنين سجن وخرجت بدري لحسن السر والسلوك. بتمنى من ربنا الاقي بنتي واشوفها. ان شاء الله تلاقيها، ان شاء الله تلاقيها وتفرحي بيها. تعالي نعدي.
الو ثانيه واحده بقول لك ايه وحيدة تقول لسه ان انا جايه له حالا وادي الموبايل ده لمنى شلبي عشان عمال يرن من الصبح. الو ايوه يا استاذ فوزي اهلا اهلا وحشني والله فينك يا استاذ. تصوير طبعا انا جاهزه حضرتك عارفني يعني بيسموني عبير دليفري كده. ماشي يا استاذ ان شاء الله. ماشي يا استاذ مع السلامه. وشك حلو عليا وشك حلو عليا جالي شغل جالي شغل. وبعدين ايه بقى محتاجين نشتري بقى هدوم كتير قوي قوي عشان ما عنديش حاجه خالص اشتريها. هو تعالي معايا. والله فكرتيني انا كمان محتاجه اشتري هدوم كتير. طيب تعالي نروح المحل ده. انا جايب لك زبون ما بيجيش غير مره واحده بس في العمر. زبون بيحب يكون اول واحد في حياه اي بنت. هجيب لك منه 5000 دولار ويمكن اكتر. مش اول مره برضه ولا ثانية واحدة بس عايز اوريكي صورة حلوة كده. الله نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود. الله يخرب بيتك انت ما عندكش دم. حرام عليك انا يوميها زقتك ورجليك. انا عارف ومصدقك بس الصورة ما بتكذبش. انا ما حصلش بيني وبينك اي حاجة حرام عليك. تعالي تعالي هو ده اللي مزعلني ما بيحصلش بيني وبينك اي حاجة. اسمعي الكلام والنعمة هتنبسطي. انا عايز افهم انت هتستفيد ايه لما تفضحني؟ مفيش فضايح ولا عارف. فضايح ايه ربنا ما يجيب فضيحة. كل ما هنالك يعني طول ما انت فاضيه بقى حتى عليا انا قاعد لوحدي. لكن لو ما عملتيش كده هتبقى هي دي الفضيحه. هبعت الصوره لخطيبك وما تسالنيش اعرفه ازاي ان اسمه زي الطبل في الزقازيق. تعالي نقعد شويه. تعالي قبل وقليل ادب سافر بيت. خدي طبعا مجنونه خدي اما اقول لك. استني خدينا معاكي. استنوني. مالك يا بنتي بتتنطي كده ليه؟ ابدا مفيش حاجه. يعني ايه مفيش حاجه؟ ده انتي بتتنطي ولا من الكهرباء؟ تعبانه حمل تعبني. هو الواد الرمى اللي تحت ده ضايقك في حاجه؟ سيبك منه ده واد زبالة. الدنيا كلها بقت زبالة. انا بس صحيت تعبانه شويه وعندي مغص كده قلت اشرب حاجه سخنه اخد دواء وارتاح شويه. اغرف لك؟ اغرف يا حبيبتي. واحنا مش هنستنى ولا لا؟ بقول لكم ايه انت هتستنوها ولا ايه؟ ولا ملهاش اي مواعيد. لو هتستنوها هتصوموا. انت بتاكليش ليه يا كوكي؟ اوه
ايه يا لهوي في ايه؟ كوكي الحي كوكي الحي كوكي مالها دي؟ ايه في ايه؟ باي 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 مالك يا كوكي؟ كوكي انا رحيم حبيبتي انا يستر من اسبوع. خدي يا ستي. ما لسه بدري. انا عايز افهم انت ليه مش عايزانا نجيب لك دكتور؟ دعاية قديم ومتعود اخد له مسكنات وبيروح على طول. على فكره احنا لازم نروح عياده الدكتور خيري ده تاني ونخليه غصب عنه يوصلك ليه. ازاي بس يا صفيه؟ ده حتى مش عايز يقابلني. الدكتور تحت امر اللي يدفع له الفيزيتا بتاعته. احنا نروح له بقى كلنا زيارة عائلية. عائلية؟ آه. أنا آسفة يا خيري بس ما كانش عندي حل تاني. طلبك مش عندي يا ليل، أنا ما أعرفش خالد فين. أنت ما فهمتش. شبشبة وهنشبشب، خناق وهنتخانق، قلة أدب ومفيش أكتر منها. هنا وفي البيت، وهي مش هتخسر أكتر من اللي خسرته. آه. ده غير الفضايح بقى والجرس، فضيحتك هتبقى بجلاجل قد كده، والناس هتبطل تيجي لك العياده هتشطب. طب ليه كده ليه؟ مشكله بينك وبين خالد، انا ايه ذنبي؟ عايزه بنتي يا خيري. وصلني يا خالد. انا عارفه ان انا عملت له فضايح ومشاكل كتير. بس ما توصلش ان هو يمنعني عن بنتي. انا بترجاك دلوقتي يا خيري. اقسم بالله العظيم. وحياة حبستي في السجن ظلم لو راست على القتل هقتل. ممكن تهدي بعد اذنك؟ اديني فرصه وانا هبقى اكلمك. انا استنيت كتير خلاص وصلت لاخري. حسن تليفونك. ما تتاخرش. ايه لملي الناس دي، انا مش عايز دوشه وعايزين ننجز عشان النهار بيقع. يلا يا بيه اتفضل. الصوت يا بيرو. قلت لي اجي ليه طالما مفيش تصوير؟ يا حبيبه قلبي، هو في تصوير من غير اتفاق؟ انت المره اللي فاتت خدتي الورق وجريتي، حتى ما اتكلمناش في الدور. دور ايه؟ دور ايه؟ حرام عليك ما تقولش دور. ده كف صاد وكومبارس صاد. قعدت تقول لي مرات البطل ودور عمرك وفرصه حياتك. انصبوا لنا الكريم بره يا جماعه بسرعه. يا استاذ شوف يا حبيبي، ده اللي كنا